إعمال العقل في أمور ممدوح ولكن في أمور تانية ممنوع. ممنوع ليه؟ لأن ده أمر إلهي. نروح بعيد ليه؟ في الحج إحنا بنطوف حوالين حجر وبنسعى وبنقبل حجر، فلو دخلنا مخنا وشغلنا مخنا هنقول إن الكلام ده كلام أيام الشرك وأيام الكفر، هنقعد بقى نعبد الأصنام ونطوف حوالين الحجارة ونقبل حجارة، إنه عشان هو أمر إلهي فإحنا بنسمع ونطيع من غير ما نوع من العقل في الكلام ده.